جميعنا نعرف جيداً نابليون بونابرت. ذلك القائد السياسي القوي الذي قاد أعظم المعارك وأعاد المجد والقوة لفرنسا. لكن الكثيرين لا يعلمون أن زوجته خانته. علاقة نابليون وجوزفين كانت من أغرب العلاقات بالعصر الحديث، فكانت جوزفين متزوجة من قبل ولديها طفلان، وتم إعدام زوجها خلال الثورة الفرنسية عام 1789. عندما تعرف نابليون على جوزفين تعلق قلبه بها منذ اللقاء الأول، رغم أنها لم تكن جميلة كما أنها تكبره في السن، لكن نابليون وقع في حبها على الفور. تعددت اللقاءات بين الاثنين، وكان حب نابليون واضحا لجوزفين، لكن هي لم تكن تبادله نفس الشعور. بدا ذلك في خطاباته التي تلومها دوما على تجاهله، وظهر ذلك أيضا في أن الزيجة لم تتم إلا بضغوط شديدة مارسها بعض مدراء الحكومة على جوزفين لكي توافق على الزواج، وبالفعل تزوج. وبدأ نابليون يسافر كثيرا بسبب الحرب، وأثناء سفره كان يرسل لها خطابات كثيرة، لكن جوزفين انشغلت بالحفلات والسهر. وفي عام 1798 قام نابليون بحملته ضد مصر، وكعادتها رفضت جوزفين السفر مع زوجها فتركها في باريس. وبعدها انتشرت شائعات تدور حول ارتباط جوزفين بعلاقة عاطفية مع ضابط صغير وسيم. عندما وصلت تلك الشائعات لنابليون لم يصدق، وعندما عاد وواجهها فاعترفت له بخيانتها وطلبت منه أن يسامحها، ولأن نابليون كان يعشقها سامحها، لكنه ظل يعاني من جرح الخيانة لسنوات. واستمر زواجهما 14 عاماً حتى اضطر إلى تطليقها عام 1810. كان السبب المعلن أن جوزفين لم تنجب له الوريث. يقال أن نابليون طلق جوزفين وهو لا يزال يحبها، لكنه لم يستطع أن ينسى خيانتها أبداً على الإطلاق. بدأت حياة نابليون في الانهيار، وتلقي الهزيمة تلو الأخرى والخيانة تلو الخيانة. وفي الوقت الذي كانت جوزفين تحتضر على سريرها، كان ملك نابليون ينتهي. وبعد أن وقع الإمبراطور وثيقة تنازله عن العرش بأيام، فارقت جوزفين الحياة. شاركنا برأيك، هل الطلاق كان السبب في انهيار عرش نابليون؟